أيها الإخوة، السلام عليكم ورحمة الله. سورة الأنفال هي السورة التي نزلت بعد سورة البقرة، نزلت في السنة الثانية من الهجرة تعقيبا وتعليقا على الأحداث التي جرت في معركة بدر. ومع أن السورة نزلت بعد البقرة مباشرة، إلا أن ترتيبها في المصحف جاء التاسع، لأن ترتيب المصحف تم بتوقيف من النبي صلى الله عليه وسلم، يقول: ضعوا هذه السورة بعد هذه السورة، ضعوا هذه الآيات في المكان الذي تذكر فيه آيات كذا وكذا. فليس للناس رأي في ترتيب المصحف، وإنما نحن نتبع ما ورد. ونذكر التاريخ، تاريخ النزول أو الأسباب، بيانا للتفسير. والأنفال جمع نفل، وهي الغنائم، كأقمار وقمر، الغنائم التي يستولي عليها المجاهدون بعد أن تنتهي المعركة. وقصة بدر كما فصلتها وفسرتها سورة الأنفال تستوقف النظر. فبدر من أيام الله المشهودة، ومن معارك المسلمين المعدودة، لأن أجدادنا أو أسلافنا الصالحين الذين خاضوا هذه المعركة كانوا ينفذون خطة وضعها القدر. هم ما وضعوا للقتال خطة، وهم ما تهيأوا له بعدد أو عدة، إنما استدرجهم القدر ليدخلوا معركة لم تكن في حسابهم. إن الله أراد أن يعز الإيمان وأن يزيح العوائق من أمامه وأن يعلي شأنه، أراد جل شأنه أن يكافئ مؤمنين تعبوا كثيرا قبل الهجرة، وأرهقهم الإعياء وجهاد الكفار، وأرهقتهم الغربة النفسية والوحشة التي أحسوها وهم بتوحيدهم يقاومون الشرك، وبإيمانهم باليوم الآخر يقاومون عبيد الحياة الحاضرة ومنتهز اللذات العابرة. أراد الله أن يكافئ أهل الإيمان، فأجرى معركة بدر وما كانت ببال أحد ممن خاضوها، بل يقول القرآن الكريم في سورة الأنفال: كان المشركون في مكان، وكان المؤمنون في مكان آخر، وبينهما مفاوز، إذ أنتم بالعدوة الدنيا وهم بالعدوة القصوى. أنتم في جانب من الوادي بعيد، وهم في جانب آخر من الوادي بعيد. والركب، أي القافلة التي خرجتم للاستيلاء عليها، فرت، والركب أسفل منكم. يقول جل شأنه: ولو تواعدتم لكي تلتقوا في هذا المكان وتصفوا ما بينكم من حساب، ولو تواعدتم لاختلفتم في الميعاد، ولكن ليقضي الله أمرا كان مفعولا، ليهلك من هلك عن بينة، ويحيى من حي عن بينة، وإن الله لسميع عليم. لما كان المراد بهذه المعركة التي انفرد القدر الأعلى برسم خطتها، لما كان المراد منها إعلاء الإيمان، فإن الصورة بدأت بشرح سريع لخصائص الإيمان المقبول أو الإيمان الكامل: أطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين، إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم،
أي إذا رأوا معصية أبوا أن يقارفوها، إذا رأوا دنية أبوا أن ينزلقوا إليها، رهبة من الله، خشية من الله. إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون، الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، أولئك هم المؤمنون حقا، لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم. وكما أن الآيات في صدر السورة تحدثت عن خصائص الإيمان الكامل، فهي في السطور الأخيرة من السورة تتحدث عن هذا الإيمان نفسه. والذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك هم المؤمنون حقا. لما كان هذا الإيمان الذي شق طريقه بصعوبة في وسط الوثنية المتعصبة، لما كان هذا الإيمان بحاجة إلى إعزاز وإلى نصر، فإن الله رسم الخطة لنصره ودعم أتباعه، مع أن هؤلاء الأتباع عندما خرجوا من المدينة ما خرجوا وهم يفكرون في قتال. الرسول عليه الصلاة والسلام أخذ من قابله، أخذ الحاضرين معه دون تعبئة عامة للقتال، وعندما خرج كان الهدف الاستيلاء على قافلة مارة. وهنا يقول المستشرقون: ما معنى الاستيلاء على قافلة مارة؟ أليس هذا طمعا في الدنيا وجريا وراء الأطماع؟ وهم كذبة، فإن هذه القافلة فيها من أموال المهاجرين التي نهبت منهم الكثير. لقد خرج المسلمون من مكة تاركين أموالهم التي صدرت ودورهم التي احتلت، كما يخرج الفلسطينيون الآن من بلادهم بعد أن نهبت دورهم وأموالهم وأوطانهم وتراثهم وكل عزيز عليهم. فكيف يقال لمن يسترد بعض ما نهب منه، كيف يقال إنه معتد؟ خرج المؤمنون لهذا الغرض، والاستيلاء على قافلة لا يحتاج إلى تعبئة عامة، لكن الذي حدث أن القافلة فرت، وأن المسلمين واجهوا جيشا أقبل من مكة يريد القتال. حالة المسلمين النفسية تستدعي الشرح. لو سألتهم ما تريدون، والله رغبتهم كما قال الله تعالى: وإذ يعدكم الله إحدى الطائفتين أنها لكم. يا القافلة يا قريش نفسها، وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم. حبكم كان للاستيلاء على القافلة، هذا ما ترغبون فيه، لكن قدر الله يريد شيئا آخر، يريد أن تفر القافلة وأن لا تقع بأيديكم هذه القافلة غنيمة باردة، وأن تواجهوا قريشا في معركة لم تستعدوا لها حتى يقول القدر كلمته فيها. وكلمة القدر هنا يجب أن يسمعها العدو والصديق معا، كما قال القائل: خرست لعمر الله أنفسنا لما تكلم فوقها القدر. إن القدر تكلم هنا. وجه المسلمون بأن جيشا كبيرا يفوقهم عددا وعدة قد تهيأ لقتالهم، وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم، ويريد الله أن يحق الحق بكلماته ويقطع دابر الكافرين، ليحق الحق ويبطل الباطل ولو كره المجرمون. بداهة كان المسلمون في وضع غريب. بعضهم عندما رأى القتال فرض عليه استغرب وقال: كيف نقاتل؟ كيف ندخل معركة ما استعددنا لها؟ إن لنا إخوانا في المدينة
كان يمكن أن نجلبهم إلى ساحة المعركة كي يساعدونا. ولماذا ندخل هذه المعركة؟ وصف الله تردد هؤلاء في خوض القتال بعد أن رأى النبي عليه الصلاة والسلام أن خوضه لا بد منه، كما أخرجك ربك من بيتك بالحق وإن فريقا من المؤمنين لكارهون، يجادلونك في الحق بعدما تبين كأنما يساقون إلى الموت وهم ينظرون. وبديهي أن ناسا يخوضون المعركة وهم يشعرون بأنهم قلة، ويشعرون بأن عدوه مستعد لها استعدادا كاملا وهم لم يستعدوا بشيء، لابد أن يكون اعتمادهم على الله كبيرا وصراخهم له عاليا. إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين. هنا نشرح أن للنصر أسبابا لا تكون بين أصابع البشر، إنما تكون عند الله وحده. يقول العلماء إن الحالة المعنوية للجيش لها دخل كبير في النصر، ويقولون أيضا إن الحالة الجوية لها دخل كبير في النصر. فإذا كان الجو صاحيا أو غائما كان لذلك دخل في إصابة المرمى، إذا كان البحر هائجا أو هادئا كان لهذا دخل، إذا كان الجو ممطرا أو جافا كان لذلك دخل، إذا كان الذين يهجمون على درجة من الطمأنينة والجراءة والأمل كان لذلك دخل. وفر الله للجيش الإسلامي هذه العناصر التي تهيئ له النصر. إذ يغشيكم النعاس أمنة منه وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به ويذهب عنكم رجس الشيطان وليربط على قلوبكم ويثبت به الأقدام. ربط على القلوب فامتلأت بالطمأنينة وعمرت بالثقة، وكان الرمل من تحت أرجلهم هشا لا يستطيعون الثبات عليه، فلما نزل المطر تلبد وثبت وأصبحت إدارة المعركة فوقه لمصلحة المؤمنين. ثم شيء آخر، إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب. هنا كانت ملائكة الرحمة، ملائكة النصر والتأييد، تنزل على المؤمنين فتشحن أفئدتهم بالثقة والأمل والتفاؤل وانتظار النصر. إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان، ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله، ومن يشاقق الله ورسوله فإن الله شديد العقاب. هذا كله هو الذي أدار المعركة على نحو ما خطر بالبال. ولذلك التقى الجمعان، أهل الإيمان تمتلئ قلوبهم على قلة العدد وعلى قلة العدة صلابة وثقة وقدرة، بينما اضطربت أحوال المشركين واهتزت. في تصوير اللقاء بين الجمعين في الربع الثالث من هذه الصورة يقول الله تعالى: إذ يريكهم الله في منامك قليلا ولو أراكهم كثيرا لفشلتم ولا تنازعتم في الأمر ولكن الله سلم إنه عليم بذات الصدور. وإذ يريكموهم إذ التقيتم في أعينكم قليلا ويقللكم في أعينهم ليقضي الله أمرا كان مفعولا وإلى الله ترجع الأمور. كان أمرا مفعولا
وحكم الله في الأمور التي لا يمكن أن يبت فيها إلا بعد أن ترجع إليه، حكم بانتصار المؤمنين. من ساق هذا النصر؟ هذا النصر في اعتقادي كان مكافأة للإيمان الصابر المحتسب المتعب المزخم بالجراح 15 عاما. أراد الله أن يغسل هذه الأوضار كلها وأن يجعل المؤمنين ينتصرون، وحتى لا تكون هناك وساوس بأن القدرة البشرية لها دخل في الموضوع، يقول الله تعالى: فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم، وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى، وليبلي المؤمنين منه بلاء حسنا إن الله سميع عليم، ذلكم وأن الله موهن كيد الكافرين. كان المسلمون إلى آخر رمق يمثلون الحق المكافح الذي استمات في تقرير معناه وحياطة مبناه، وكان المشركون في الوقت نفسه إلى آخر رمق يمثلون الكفر العنيد والبأس الشديد والرغبة في أن ينتصر جانب الكفر، حتى أن أبا جهل رئيس القوم يقول: والله ما ننصرف حتى ننحر الجزور ونشرب الخمور وتغني لنا القيان ويسمع بنا العرب، فلا يزالون يهابوننا أبدا. هذا الكفر المعاند هو الذي أراد الله أن يخذله، وهذا الإيمان الصابر المحتسب المتحمل المضحي هو الذي أراد الله أن يسوق له جائزة، أن يرزقه مكافأة. فلتكن معركة بدر على امتداد الزمان وفي مستقبل العصور درسا للمؤمنين أن الإيمان إذا استقام لله، وأن أهل الإيمان إذا محضوا نياتهم لله وأسلموا وجوههم لله، فلا بد من يوم يصنع الله مقدماته وترسم الأقدار خطته، ينتصر في هذا الإيمان وتعلو كلمة التوحيد، ويثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الدنيا وفي الآخرة. والله ولي التوفيق، والسلام عليكم ورحمة الله.